وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامجنا ألف باء الخياطة على قناة بيتي. مثل كل مرة وكل حلقة اليوم رح ناخد قصة جديدة بشكل مختلف بس بطريقة بسيطة. خليكم معي لنشوف اليوم شو رح نعمل. فكرتنا عبارة عن اللعب بالألوان، يعني ماش واحد بس عدة ألوان. كيف رح أخذ هذا الشيء؟ أولا لازم أكون معتمدة على شكل القصات اللي أنا هأخذها. طيب أنا شو رح أعمل؟ رح أخذ قصات سهلة وبسيطة، يعني قصات مستقيمة. تمام؟ نبتدي بالموديل تبعنا كالعادة. تمام؟ الياقة تبعتنا مدورة، تحبوا في تحبوا مربعة انتو حرين. هيكون طبعا بدون أكمام. شوفوا، فلنفرض نحنا عنا الفستان هيك، هاي ببساطة، هاي أنا لا عم باخد تعقيد. أوكي، كمثال هذا فستاننا الأساسي. طيب أنا شو هأعمل؟ هأخذ قصة خط، هتكون الخط هذا، شوفوا هذا خط النص. تمام، خط النص للفستان. طيب رح أبتدي القصة الأولى من نص، تمام، لعند الجيرو من هون هيك، هاي القصة الأولى. القصة الثانية هتكون لعند الخصر من هون، من عند الصدر هيك. أوكي، بقدر خليها هيك. تمام، إذا رح تكون عندي القصة الثانية هذا المظلل، هيكون اللون الثاني وهذا اللون الأول وهذا اللون الثالث. طيب لما يكون في عندي أمام مو متناظر، شو يعني مو متناظر؟ يعني مو جهتين مثل بعض. هلا أنا لو ما عندي هاي القصات بعمل عادي بترون جهة واحدة وبقص على مثني أو مفتوح حسب اللي أنا بدي إياه. طب هذا فيه ثلاث ألوان، ثلاث قصات، يعني عندي هاي القصة الأولى وهي القصة الثانية وهي القصة الثالثة. طيب كيف بدي أطبق هذا الشيء؟ لازم يكون عندي الأمام كامل، يعني أنا راسمة الأمام بشكل كامل، الباترون الأساسي بدون أي زيادة أو أي نقصان. طيب شو هأعمل؟ راح أفتح البنز تبع الصدر، تمام، وصرف البنز تبع الصدر وين؟ على قصة جانبية. يعني أول شيء رح نحدد القصة الأولى، هتكون طبعا هاي الباترون هذا الأمام هيك. تمام، هيجي القصة الأولى، نحن قلنا قصة لتحت تحت الخط تصريف الجيرو بمسافة صغيرة من هون مثلا، خلينا نقول لهون، هي القصة الأولى. القصة الثانية هتكون هون. القصة الثالثة هناخدها من هي الجهة عند خط البنس الأساسي. طيب شو هنعمل؟ هناخد المسطرة هنرسم الخط الأول، هيكون من نص الأمام هيك. تمام، رح أوصل، شوفوا انتو بتحددوا المسافة قديش، مثلا انا بدي ارتفاعها، ممكن اخذها هيك، ممكن اخذها اقل شوي، ممكن اطول شوي. تمام، خلينا ناخذها هيك بهي الطريقة، هاي خط، هاي القصة الاولى. طيب هاي القصة الاولى نحن هون شو عملنا؟ ما سكرنا البنس، يعني في عندي لازم معالجة، تعتبر اسمها معالجة للباترون بحيث يعطيني شكل صحيح. طيب شو هاعمل؟ قبل ما اعمل هاي الخطوة انه انا رسمت القصة وبدي ارد ارجع اعدلها، لا خلينا هو مو غلط، فينا نحن نختار الطريقة اللي نحن بدنا اياها. شو هاعمل؟ هافتح البنس، هافتح بنس الصدر وسكره وبعدين ارسم القصة. شوف انا فاتحتها من هاي الجهة. طيب تمام، لما بدي سكر من هون لازم اعطي مسافة تصريف اللي هي من هون. شوف ما بصير اخذ بنس صدر سكره اذا ما كان عندي تصريف من الجهه الثانيه له. هاد دخلته للداخل، شوفوا هيك. شوف شلون تغيرت القصه، شوفوا الخط وين صار. هذا لانه انا بالبدايه ما لي مسكره البنس. كثير مهم، كثير مهم انه نسكر البنسات، نعطي التقسيم بشكل صحيح بعدين نرسم القصه. هاي الأولى. طيب أنا شو بدي أعمل؟ أنا ما بدي القصة هيك، ما بديها هيك مفتوحة من هون. طيب لو بدي أعملها هيك بفتح من وين؟ من تحت. شوف أعطيتكم الخيارات الاثنين. هلأ لو بدي حطها من هون بدي أخذ القصة لتحت لهون، يعني حتجي من هذا الخط هيك لتحت. تمام، بس أنا ما بدي إياها هيك، فحأفتح من هون هيك. شوف وسكر هاي،
القصة الأولى حنعدلها. شوف خدتها من هون، خليني ارسمها بلون تاني مشان تكون انه شغلنا صحيح. هيك حارفعها شوي مشان تبين معكم، ما عندي مشكلة ارتفاعها او طولها نحنا بنحدده. تمام، اذا هاد ما له علاقة. تمام، اذا هي الخط الاول، هاد الاول. الثاني، الخط الثاني اللي انا بدي اعمله شو بعمل؟ شوفوا، بفتح من هون بفتح هاي لحتى اقدر اعمله، لازم سكر بنس الصدر الثاني. تمام، هاي بنس الصدر، حلف هيك، حقصه بقص من هون وبقص من هون، ما عندي مشكله لانه الاثنين خطهم يعني او القياس تبعهم واحد. يعني لحتى اقدر اخذ شكل البنس بشكل صحيح لازم في عندي مسافه تصريف اللي هي اما بشكل عرضي او بالشكل الطولي الاساسي او لتحت. تمام، طبعا يعني بصير اني اخذها بالورب او اخذها مثلا لتحت لهون، ما عندي مشكله، بس لازم دائما عندي تصريف لإلها. طيب راح تبوس دائما الحلول مختلفه، مثلا ما في لزق بحط دبوس، ما في مشكله، هي خط الكتف. تمام، طيب هي برجع بلف الباترون هيك. طيب القصه الثانيه اللي انا بدي اياها، بدي القصه تكون من عند تصريف من هون، شوفوا من عند الجيرو بتمر من هون بعدين بتروح للخصر. تماما، طيب شوفوا هاخذ هيك خط، شوفوا هيك، ها هاي صرفتها. طيب انا صرفتها، شو هاعمل؟ هافتح من هون وسكر من هون. طيب هنجيب لزق، انتبهوا دائما الخطوط تكون مظبوطة. تمام، طيب هلا راح اخذ القصة الثانية. طيب القصة الثانية حتكون تصريفة البنس هاد، بس رايحة لوين؟ رايحة لعند خط الخصر. تمام، شوف شو هاعمل هلا من هون هيك، وخلينا ناخذ مسطرة اطول عشان تطلع معنا خط واحد. لازم تكون هيك، تمام، من عند خط الخصر لهنيك هيك. هاي القصة الثانية. طيب شوفوا هلا شو هعمل، هقص هيك احنا. شوفوا شو عملنا، لو انا خليت هاي رقم واحد وهي رقم اثنين، هاي رح تجي مع هاي، صارت عندي القصة مختلفة. احنا القصة هون انتبهوا شو قلنا، انتبهوا ان القصة الاولى لتحت خط الجيرو يلي هي هاي. تمام، القصة الثانية من عند بنس، من عند حفرة الجيرو، من عند الصدر رح تكون لعند الخصر. بس شلون؟ هون ما عندي خط، هذا الخط، سوري هذا الخط، هاد مو موجود، هاد لا، هذا وهمي. تمام، فانا خطي رح يكون هيك هيك نازل، يعني حيكون الخط من عند حفرة الجيرو لرأس البنس للخصر. معناها شو؟ هاي رح تبقى مثل ما هي، معناها رح اخذ القصة هيك، هاي القصة الثانية، يعني هي هذا الخط رح يكون مو مزبوط بالقص، هاد ما بينقص هيك. تمام، اذا حتكون قصتنا واحد اثنين. تمام، هلا هي ما إلها، انا قصيتها مشان تشوفوا انه نحن هي ما إلها علاقه. تمام، يعني هلا نحن حنرجعها، حنلزقها. تمام، اهم شيء شوفوا الباترون، يعني عمليه مد وجزر، قصيت من هون عوضتها من مكان الثاني. تمام، يعني ما بيصير انه انا اقص مثلا القصه، لو قصيتها
لو حسيتوا انه مثلا انا قصيتها وحسيت انه في غلط، حطوا القصه او الورقه على المانيكان، حتشوفوا المانيكان عطيكم القصه صح، اذا في غلط او في صح بيبين معكم مباشره. طيب انا شو هعمل هلا؟ راح اقص من هون، شوف هاي القصه، هلا راح افصل بقى كل قصه لحالها. هاي القصه رقم، هاي القصه رقم 3، هاي رقم 3، القصه رقم 2 من عند الخط، من هون من عند الخط الأسود. انتبهوا، ها احنا شو قلنا؟ الأزرق ما له علاقة، لأنه نحن أول شيء رسمناه وما كنا عاملين حساب بنس الصدر، ما لنا مسكرينه. تمام، هنلف هيك شوي. هلأ خلص، نحن مجرد ما قصينا هلأ القصة، الباترون تبعنا صار جاهز. هنشوف بقى شلون صاروا، شوفوا معي. هنشوف رقم 1 ورقم 2 ورقم 3، شوف. تمام، هي رقم 1 طبعا، هي هون هذا بنس الصدر نشيله. شوف، تمام. اذا هي رقم 1 وهي رقم 2 وهي رقم 3. هيك انا بكون رسمت الباترون بطريقه صح، قصيته واخترت القصات بشكل صحيح، حددت على الورق شو القياس اللي انا بدي اياه. رح طبق كل قصه على القماش، طبعا انتم اختاروا الالوان، قلنا اخترنا قماش واحد، يعني نوع واحد من القماش، مثلا كريب، اخذت مثلا لون اصفر احمر اسود مثلا، انا اخترت رمادي وابيض واصفر. ممكن تقول الالوان شوي غريبه، بس حتى تبرز جمال كل قصه نحن هون بنختار عده الوان. طيب الخلف، الخلف عندي عادي تماما، قصه الخلف الاساسيه ما عملت فيها ولا اي شيء، بس اعطيتها تقسيم بسيط. تمام، وهو فستاننا بدون اكمام. طبعا هون باترون الخلف عندي الاساسي، الباترون الاساسي بدون اي زياده او اي نقصان. حناخذ السحاب من جهه النص وتقسيم بسيط. رح طبق القماش او طبق الباترون على القماش بطريقه سهله وبسيطه، وزع الالوان مثل ما انا بدي اياها وحسب ما احس انه هيك احلى للقصه بطريقه بسيطه. انتم اختاروا اللي انتم بدكم اياه، ممكن الالوان تكون مختلفه، ممكن يكون القماش مشجر وقماش ساده، هذا الشيء راجع لكم والتصميم اللي انتم بدكم اياه. الفكره الاساسيه هي بقصه الباترون. تمام، اذا انا حطبق الباترون على القماش بالفاصل، استنوني ما رح طول. اهلا وسهلا فيكم من جديد، رجعنا لكم بعد الفاصل. قبل الفاصل اخذنا القصه بطريقه سهله وبسيطه بباترون كامل، اخذنا 3 قصات للفستان، انا قصيتهم على القماش وبعده الوان حتى تشوفوا معنا. هي القصه رقم 1، هاي القصة رقم 2. تمام، هون عملت تعديل صغيرة هالقد، شوفوا شو هي، افتحها مشان تشوفوها، لانه لما بنطبق على القماش احيانا بيطلع معنا زوايا صغيرة من اليمين او من اليسار، فهي هون عندي زاوية صغيرة اللي هي تبعت البنس من هون، انا حتى بس يطلع معي خط مستقيم بس حطيتها عليها هيك، يعني تعديل للبترون بشكل كتير خفيف. طيب هاي القصة الثانية، هلا القصة الثالثة، خليني بسيك شوي قربه. تمام، طبعا من عند هون من الخصر لتحت اخذت الطول الاساسي للفستان اللي انا بدي اياه. تمام، هلا عندي القصة الثالثة، هاي القصة الثالثة. تمام، اذا 1 2 3، لازم تنتبهوا نحن لما بنعمل الباترون على كامل، يعني امامين جنب بعض، انا هيك بهي الحاله بقص طبقه واحده من القماش، ما بقص طبقتين. انتبهوا حتى ما تخطئوا بنفس مثلا تحطوا هذا الباترون تقصوا 2 من الاصفر 2 من الرمادي 2 من الابيض، هذا غلط. انا هيك اخذ امام كامل، بيبقى عندي الخلف بس على يعني مطوي 2 مشان يطلع معي السحاب. طيب انا هلا هيك اخذت علامات، الامام عندي جاهز، حفك الدبابيس كلياتها عشان نبتدي نطبقها على الماكينة. طيب هلا نحن فكينا، اول ما نفك شوفوا حتى ما خربت اتجاه القصة كيف كان عندي، هاي كيف كانت هيك. تمام، وهي كيف كانت هيك. اوكي، هاي نص الامام وهي نص الامام، حط دبوس
هون مع بعض هيك، انه هاي القصة مع هاي القصة، تمام؟ هاي القصة الاولى. بجي للقصة الثالثة، طبعا الاولى والثانية، هلا الثانية مع الثالثة، اهم شيء باي خياطة انه نقدر يعني نفصل بالضبط شو هي القصات اللي احنا عم نشتغل عليها. طيب هلا هاي القصة الثانية، شوف هيك باخذ الثالثة هيك جنبها، معناها هاي مع هاي، تمام. هلا على الماكينة مباشرة، ولا تنسوا انه بهي الجهة نحن في عنا بنس واحد هو بنس تقسيم، بهي الجهة نحن صرفنا، بهي الجهة صرفناه بالقصة يعني، بهي الجهة لازم نخيطه بشكل عادي. هننتقل للماكينة، هلا أول شيء لما بدنا نثبت القصة، تمام، هندرز لحديد هون، بعدين لما بدي لفها بقص بالمقص من هون خط مستقيم هيك مشان تلف معي القصة بشكل صحيح. أهم شي نمسك الزاوية تبعيت القماش مع الزاوية تبعيت القصة، حتى قصة مشان تعطيني الشكل صحيح. قطبة بتفرق معنا، فلازم دائما تنتبهوا انه قياس اللي عم نشتغله تكون صحيح. هنقص عند الزاوية، وبلف القماش وباخد الزاوية هاي، باخد الزاوية هاي اللي هون، تمام، مع الزاوية يلي هون، تمام هيك. شوفوا إذا شغلنا صحيح بيعطيني التنتين بقياس بعض. القصة الأولى صارت عنا جاهزة، شوف من هون خط خط خط، تمام، من هاي الجهة كمان خط خط، بس لحتى تلف معي قصيت الزاوية من هون هيك لقبل الدرزة تكة صغيرة مشان تاخد معي الشكل صحيح. شوفوا من هون كيف عطتني الشكل، تمام. هلا حننتقل للقصة الثانية، كمان نفس الطريقة باخذ دبوس الزاوية على الزاوية، باخد الزاوية هاي تبعت الخط الرمادي مع زاوية الخط الأصفر من هون، لازم تكون على القد. لا قطبة زيادة ولا قطبة ناقصة. هلأ بدي لف القماش بقصها من هون، دائما انتبهوا بمقص القماش مو بمقص الورق. هاخذ الزاوية الثانية، الزاوية الثانية هاي، تمام، مع زاوية القماش اللي من هون، يلا
نشيل الدبوس ونلف القماش. هلا رح ناخذ طول القماش على طول الفستان، لازم يكونوا جهتين من قد بعض، تمام هيك شايفين. يلا نكمل درز بشكل عادي. طبعا ما بنسى انه هون شو لازم اعمل، لازم اقص القماش مشان يعطيني رياحه لما لفه يعطيني شكل صحيح. هذا خط تصريف البنس تبع البنس الاساسي اللي بالامام. هيك انا بكون قصيتها، خليني بس اعطيها القصة للاخر مشان تكون مرتاحة. شوفوا انا قصيت بس لسه ما لاخدي راحتها، تمام. فباخد هيك لقبل الدرزة التكة صغيرة، شايفين من هون. تأكد من تبعية الأمام رقم واحد، تمام. بس بعطيها هيك تفتيح صغير. هلا خلينا نشوف كيف طلعت معنا. شايفين؟ شايفين كيف طلعت معنا من هون؟ اوكي، طبعا لازم اني افتح الخياطات من الداخل. شو يعني افتح الخياطات من الداخل؟ يعني بقلب الخياطه هيك بالمكواية، بفتح هيك الجهتين، تمام؟ مشان تعطيني شكل الخياطه بشكل صحيح. اي خياطه فيها قصات لازم نعملها تفتيح بالمكواية بطريقه بسيطه، بس نحاول ما نمط القماش، لانه هي الجهه لما تكون بالورب بتكون يعني بتكون فيها مطة، تمام، او بتكون نسيج القماش فيه ورب، فبيعطي هيك يعني شوي اختلاف. فاذا انا كويت وشديت هيك لما بدي اقلبها حيعطيني في شيء غلط بقلب القماش. طيب انا هون رح اعمل، بس انتبهوا، حاعمل كوية عادية هيك. هون هي القصة الاولى، هون عندي تصريف البنس الاساسي وهون البنس الثاني، تمام. هيك الامام عندي جاهز، هون الخلف سوري الامام، من هون باقي له ايش؟ بس البنس هاد حطه انا بالدبابيس. هاد مشان يعطيه تقسيم لجهه يعني كان انا اخذ القصه من اليمين بيعطيني تقسيم لليسار، او كان انا اخذتها من اليسار بيعطيني تقسيم، طبعا دائما بالعكس. اوكي طيب، هي بنس عندي، تمام. هيك الفستان القصه جاهزه. طيب هي امام كامل جاهز. الخلف نفس الطريقه، خلف عادي جدا، انا قصيته. انتو حرين، حابين تعملوا كل جهه لون فيكم، تحبوا تعملون لون واحد انتو حرين، بس انا بما انه عملت الامام كل قطعه لون فخلص عادي ما في مشكله، بختار لون من الثلاثه وبخليه للخلف. بنس عادي، تركيب سحاب، جنب عادي، بيكون الخلف عندي انتهى. هيك بيكون طبقنا بحلقتنا لليوم فستان بطريقه سهله وبسيطه كتير، مكون من ثلاث قصات، يعني دخلت ثلاث الوان عليه واخذت التصريف البنس مره لتحت خط الجيرو، تمام، ومره عند خط الخصر، والمره الثالثه او الخط الثالث اخذته على تصريف البنس. طيب اكيد انا رح اكمل الفستان ورح اكوي لكم اياه، وتشوفوا ان شاء الله بنهايه الحلقه بطريقه حلوه ومرتبه. ان شاء الله يا رب تكون الحلقه عجبتكم وتكون طريقه التنفيذ سهله وتكونوا استفدتوا من الفكره. تابعوني بحلقه جديده ان شاء الله من برنامجنا الف باء الخياطه على قناه بيتي. مع الف سلامه.